الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وقيبتي جدا بيسي كتابك صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم وآه زكاة الفطر رمضان كي ورماضي وحل نجبها يا مركة وحل ليها زكاة الفطر وحن صبر نسيد اللو سوم لها محل لقتها محل لي ماذا وتيها دا إن جودا بيسي صلاة التراويح سيد اللو تكن لها زكاة الفطر هو وزكاة زكاة يوض فرضة سيد النصوص تكن مقتة أصل هان مركة إريب حين هان كلمة دلت المام يو و وحنما يدو فائدية مركز زكاة الليرة اللغة مغا عمى كلمة زكاة مركز الأليك سيدا الفطرة مركز لتلمامنا مركز يوحى موقتا إني كحيران تهي أما وحل اللي هي صون كي أو قبا قبابو مركز أو زكاة الفطرة ده أما وفطرة جي إسكان ده أما الدقر صون ده أما نوعية كلا وكل أفصوه مالو وإسكان بدني هاي لكن أربحين تشرعي قوام حي وصدق يذ واجب سبر رمضان مرك الوجره وجدد نوح حيتها طهرة للصائم قف كي سومي با لغو طهرة يا محي لي دع دع با نقدع عي هدي هذا الأهان لهي هدي وحكس أهان لهي تيب إله سبحانه وتعالى كم صحية هدبا زكاة الفطر هو أصل كاب أيمت أو حال الربا خلاضات كي إن قد عاي أير يرى أرنتي صانكي آن جبين لكن صانكي ما ينسكو كين يبقى إليه سبحانه وتعالى نقول طهيريا سيدا سوكال سيدا ترى وحدة أن لو تكن إلا بالرمضان مويانة زكاة الفطر قلنا بالرمضان مويانة بلك الله بحش يعني ما حنك وضع وقتي كلا يواجيبه سمركا ملا مركا لبا زكاة جرته زكاة يو زكاة الأموال وحولها هاجة مركي نصاب حوله إيجاران سنة حوله كسو وريقو إن لغا زكية تنوى زكاة كي زكاة البدن وحل يراه ذا أو قفك كان إنتا صنع وحي كدعا إلهي سبحانه وتعالى دنبي وكاتر ترياو الضباء هدي قرآن أهان لهيدنا علماء ذو حي راذان قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آيات دا صحي موجينيسا إن زكاة الفطر أي كهد لي سابع دهن وحال لي باني قفك استهري سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحاقو عد حديث عبد الله بن عمر أوليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين إلى رسولك صلى الله عليه وسلم وعكوة جبي زكاة الفطر وبالرمضان لبحينيو قف كستاء مسلمين تكمدا إنو بحيو إجماعنا إجماع أهل الأمة وإجماع أهل العلم عندها زكاة الفطر وفرض سؤاله ابن المنذر ابن المنذر بقى واحد لقصه حكتئين ويري وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض وحي علم هذا كؤر سيه إن لبحيه صدقة اللي يقان صدقة الفطر أما الفطر أما زكاة الفطر إنه فرض دي مركز صدقنا وحي الرعي تجب على المرء إذا أمكانه آداؤها عن نفسه ويكون واجب يسا هدي ويسكب حنكره وأولاده وكب حينها كوا أولاده يرير حالة أنا نهيسن يوحي لهم إذا هذا الحكمة كذا بيسا وحن أفكا كسر دفني وكو أفكي صائمك أها أي إلهي سبحانه وتعالى كو طهيري لابو ضدك مساكين تأهنا مالينك أي ضدك عيديان أو ضدك كونو إسكاد إباتي سيهين هالكا ويفرحة قلينيسا وحكولا ماشي كجرة تفاعلك إي تكافلك أما با سيدا أي يسو حمباريان كوا وحايستي إلهي هدميي إيو كوا كلا فقراض أحوانا هيسن سيدا اللي ساقوار هايانا إيوضن وحي كميتا مبدأ إن ستوشن آد يدعو لسو إسلام كينو تكافلك آد يدعو برارجين وإمو جينيسا هالكا هدنا وحا كلا أدي كدر ستا ثواف ربضان واللقه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى تكال إلهي سبحانه وتعالى سنة ضمبو جيركا هاقا إيو إندها هاقا إيو حبنا هكذا نكون إلى لي إن تكذكي سيد وعي تهوي
إلهي سبحانه وتعالى أنا إن لغام هذا النقوى إتهو آيات يوحى كجرته لغاها اللي صنك في سورة البقرة مركو إلهي سبحانه وتعالى إن ويري إن إلهي سبحانه وتعالى وينيسان ومركا طبعا ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بكجرت إلهي سبحانه وتعالى وغام هذا النقضان خير كان مركا إني وافجي هذا بزكاة الفطر قو قرم الله بحين يا مسائشة صنوين من ضنا بإذن الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر قوح بكوة جبا المهير نوكوة جبا قفوين بكوة جبا لب يددك قف حرا يقفان حرا هين مربع هديبة كلمة دا مسلم أوتو أما تايتل كمسلم أوتو مسلم ويه ويسارنت ولذلك وحليه ده ابن عمر وحول النبي صلى الله عليه وسلم واجبي هل سوس أو تمر أما سرين أو أي بحينة يان قفك الدون كان وبحينة كان حر كان وبحينة لبكا بحنية لديكا بحنية كان يربا بحنية كان وين باب بحنية مسلمين تهديك مدين ولذلك تاس أي مركة حوق بضن ماشي لديه لها وحيكوها جبتاع العبد الكافر مسائل كالوي هدا إنو أولين وإن أكو خصبانين مركة إن أكو ذقل هل كان مركة وحلقة قاتي دادك إيكوها جبيس غور ما الله بحنية طبعا مراحل أي جرتو كالدوان أي فقهد وإي شيئان درجة كواد وحيتها way banaan tahay oo way waajibtaa ma kelmadda aan leeyahay waa inaad ka fiirsata waxa banaan in zakat al fitr la bixin karo maalin ama laa maalin kohor ciid yani mesela soonka markuu ka badi hadu sodon ku dhamaanay oo kale in 28 ka iyo 29 ka wala bixin kara maxay yelee ibn umar baa wuxuu leeyahay wa kaanu yu'tuna qabla al fitr bi yawmin aw yawmayn ay bixin jireen intaan afka la foorin maalin aw la maalin kohor wana lafdigan waxa iska leh imaam malik anna ibn umar kana yab'ath bi zakat al fitr ila alladhi tujma'u 'indahu qabla al fitr bi yawmin aw yawmayn marka waadhi karta iyo ciid loo maalmo ay ka harsan tahay intu ramadaan ciid intaan la gaarin oo bishii shawaal intaan bilan waadiri karta waxba kuma jabna ta marka wa banaanta oo wax dhibaato ku jirta marka mala labo waxay waajib noqonays adan dib uga dhigi karin maalinka ugu dambeysa bil ramadaan markuu gabal ku dhaco ramadaan hadii 29 ku dhamaadana waa markii maqribka la tukanayo hadii 30 ku dhamaadana waa waqtiga weey oo maalinku xigtaan oo noqonayso kowda bisha shawaal marka waajib bay noqonaysa hadii ay waajib ay noqoto walyaalika arag qofki tabaan hadii ay dhacdo mesela قرحنا أنت يسندي عنكار المه دشة ويكون جبس هدي قرحنا أنت عن الدي عنكار هدي قف وإسلامه قف بصاء إسلام ويشهد أن لا إله إلا الله مزك لأنه كان شهادة أقبلنا قرحنا نمدعين ويكون جبس نبى مركب جورس قرحنا أنت عن الدي وحلو نكاحية هوين إذاس مركب ما دام أي أهل كيسة تهيز كذا إذا أنا مركب إسقي سارن تبين الله سبحانه وتعالى ومسألة كلا يدمي أسكب حين يسوى مالك لو هالضبا لكن مثال هان بل أنصور دوين مسألة ذا مثال هان بأنصور دوين طبعا مركة مركة وحن كهل لأنه مركة إيتها هاي واجب وحاجرة مر أي إسكوى ناكس أنت مستحب إيتها إسكى صنع وقورما إن لبحيو مال كعيدة إنت صلاة دلتكين كور يعني ليسوي ماذا هالكاس إنت هولالكي إيو مصليه اللي قلت كان لها إن قفك ويراهده إنه مركا أدره إذن ما لهي لكرا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وكله فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة إنت لا تكن كهر قفك بحياي صدق الله أقبله لكن قفك بحيا صلاة كذب صدقاتك كلا إلا بحين لو حكم دون درجة مركا وحاجرت أفراد مبنانا مركا صلاة مركا لتكذا كذب دي بقوة ديك كرتت waad ku dari kartaa meelaha sakelada la wareegayo iyo bacyaasha la wareegayo waa bacahaas oo isaga ridi kartaa laakiin ma zakadi nabiga sallallahu alayhi wasallam uu neeyri hal bixiyo taas markaa mowduuca inaad ku baraarugto waliyalka maxaan halkan ku baraarujin lahaa dadkeena meelahan degan oo kale oo zakatul fidr naga qaadanay aanay jirin baba waa nadir in la helo badana oo ay dhacdo inaan meel kale u durino aan u dirno mesela sida wadankii oo kale
ama aan marina mathalan jamciyaadkan khayriga ah ee ururiya meelaha kale walaalahan muslimiinta ay joogaan oo tabaalaysan marka loo diro oo kale dabcan waxaa adag marka hadda haddaan qaadanno qaybtii hadda aan lahayn jawaas laba maalin ka hor haddii inta lacag wixii la ururiyo oo laysugu keeno way adag tahay marka inay ka gaarsiiyaan dadkii marka hal arin oo duruuftu ay noo keentaa waxay tahay waxba kuma jabna in mathalan haddii masjidka oo kale markaskii islaamiga oo kale hay-addii khayriga oo kale inay dadka ka ururiso oo ay tiraahdo zakaat alfitriga keeno marka la ururiyo diritaanka la dirayo waa inaanay ka hormarin waqtigan hadda aanu tilmaanay waa in ay diraan mathalan laba maalin ka hor yacnii ilan si loo soo ururiyo ama iyagu hadday leeyihiin laba maalin ka hor haddaan dirno way adkaanaysaa dadkii inay bahashu gaarto ama zakadu ay gaarto maxay samayn karaan marka wakiilada halkaa u fadhiya mathalan hadda soomaaliya oo kale loo diraya oo kale meel ka mid ah loo diraya oo kale africa meel ka mid ah loo diraya oo kale wakiilada halkaa fadhiya markii gacantooda ay gasho towsiicinta ama qaybinta ama dad u qaybinta waxay bilaabi karaan laba maalin ka hor maalin ka hor waxa ay ku qasban yihiin inay bixiyaan qoraxda markay dhacdo waxaanay ka dabamarin karin salaada laakiin halkeenaan oo kale way ka bixi kartaa isbuuc ka hor way ka bixi kartaa laakiin waxaa muhiima waa inaan isbuuc ka hor aan miskiinka gacanta loo gelin laakiin sunnada lala beegto mawduucaas waa mawduuc marka inaan ku baragnay tah inaan isbuuc ama laba isbuuc ka hor ururin waxaa nagu khasbaya maxaa yeelay lacagtu waxay maraysaa transaction bay maraysaa xawaalad bay maraysaa wax kastaa ku iman kara ay haboon tahay in wixii urursan marka laakiin qaybinta dadka loo qaybinaya waa inay noqoto waqtigii sunnadu ay tilmaanto mawduucaas waa mawduuc in aan ku baragno ay tahwe marka miqdaarka la bixinaya ama inta la bixinaya zakaat alfitriga horta ka waxaa la bixinayaa hal suus oo raashinka ay dadku cunaan ah yacni sida xadiidkii uu leeyahay ibnu cumar hadda aan aqrinaynay saacan min tamar oo timir ah ama saaca min shaciir saaca la tilmaamaya alajna daa'ima markay xadiidays waa saaca nabiyi sala allahu calayhi wasalam uu nabiga sal alay wasalam uu markaa isagu ku beega wey haddaba haddaan soo dhaweey waa ilaa wax ku dhow saddex kilogram wey wax ku dhow saddex kiilo wax ku dhow yani bimacnaa oo aan buuxin wey jajab yar wey laba kiilo dabcan saddexdaa jajab yar baa ka dhiman waa intaa wey qofka marka wuxuu heli karaa inuu yidhaahdo lacagtii intuu diro ilan hadda meeshaas intaasoo kintaal oo marka galley ah ama bur ama timir ah intuu markas ka qaado haddana kaarga uu mariyo oo amaba uu shaxniga uu mariyo marka laba bilood uu wado oo xaggaa la geeyay macquul maahane halkan lacag baa laga qaadayaa sanadkan hadda meesha aan joogno norway oo kale boqol koron bay ku xadidan tahay oo kale dhammaan maraakiista kalena intaan ka warhayo boqol koron bay ku xadidan tahay lacagtii baa laga qaadayaa wakiilkii xagga joogay oo markasku la dhiilgareynayay ama jamciyada khayrka aljamciyada khayriya ee la dhiilgareynaysay ama qofkii fardiga ahaa isaga diraya oo kale toban qofood buu ka ururiyey oo kale labaatan qofood buu ka ururiyey wakiilka marka loo diro wakiilka ayaa waxaa leeyahay in lacagta kusoo gaartay waa toban qofood ama labaatan qofood zakaatulfidrigooda weyo marka adiga bax oo raashinkii soo gad raashinkii markuu soo gado kadib ayuu marka bixinaya ma la bixin karaa iyadoo qiima ah yacni mathalan dabcan anigu intaan qiimaan ku bixiyey jamciyadii khayriga ahayd ama markaskii islaamiga ahaa ama qofkii kale isagu sidiisa u tatawucay ee uriyey oo kale dabcan isaga mas-uuliyadda saaran waxa weye inuu gudbiyo qof uu la hadlo ka waran haddii dadkii lacagta loo diray cash loo siiyo iyadoo waxba kuma jabna maxaa yeele badanaa saad ogtihiinba ruuxu shariica iyo maqsadka shariicada waxa ay tahay horta qofka kan in laga farxiyo waxaana dhici jirta waxaan xustaa innagoo maka iyo madiinaba joogna halkaa arday ku ah yacni toban koron ama toban riyaal baanu markii uu qofku masagadii amaba ama galleydii ama wixii uu soo gedi lahaa markuu toban uu ka bixiyo uu qofka miskiinka markii intuu kuusoo ordo aada siisid xagga intuu tago buu haddana ninkii intuu ku celiya waxaa laga siinaya sideed riyaal laga siinaya halkaa muxuu khasaaray laba riyaal buu khasaaray orodna wuu galay adna waad isdaalisay maxaa marka haboon tobankiisa sii lacagtaasuu raadinaya uma socda raashinkan uma socda laakiin qof kale ya maxaan qaataa sunnada waxaa waafaqsan boqolkiiba boqol inaad raashinka bixisid sunnada waxaa waafaqsan laakiin maadaama maanta masaakiintu aanay raashinka tirada badan aanay xiisaynayn bal way haboontaa xitaa qofka inaad door gelisid raashin baan ku hayaa ka war mise kaash hadduu ku yihahdo waatan waxaa kaloo iyadana suurtagala dadka meelahan jooga oo kale adduunku hadda uu iska sahlan yahay
xawaaladu markiiba waxaa lagu diraa yani ilbiriqsi baa lagu diraya qofka markiiba waa iska online wey haddaad salaada subax intaa soo toosid oo kale dhehe salaada ciidda intaan la tukanin ka hor amaba aad maaragtay xawaaladahan onlineka aad ku dirtid ama qofkiiba marka hore uu ka diro oo kale haddaad heli kartid oo qofkii mobaylkiisa ay ku dhacaysa iyadana waxbaana haysan iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii kuu bannaan bay ka mid tahay biidni illahi subxaanahu watacaala muhiim maaha inaan idhaahda mathalan anigoo hebel hebela ha waa zakaatulfitrigeedii miga guddoontay asna uu yidhahdo waan kaa guddoomay ama uu yidhaahdo intaanoo madax zakaatulfitrigeedii miga guddoontay waa kaa guddoomay qasab maaha taas marka qasab maaha inaan ooraahda ama siyaqtaan waxaa muhiima un keliya inay baxdo taas ayaa marka muhiim yaa la siinayaa ma waxaa la siinayaa dadkii zakada mutaystay ee 8 qolo ahayd ee suurat baraa lagu sheegay inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin waalcaamiliina calayha walmu'allafati quluubihim wa fi rriqaabi walgaarimiina fii sabiili llahi wa ibni sabiil qoladaa 8 ama kategoriga 8 miyaa la siinaya mise dadka masaakiinta ah labada ra'yiba waa la yidhi laakiin waxaa xoog badan sida nusuusta ku cad dadka masaakiinta yacni qofka kan maanta inuu farxaa la rabaa maanta ayaa waxaa la rabaa wuxuu wax ku cuno oo dadka kale aanu kaga duunaanin oo ciyaalkiisa aanay gidaarada fariisan oo aan dadka aanu u gacmo hoorsan oo muslimiintii ilan isagaba muslim buu ahay wuu soonaayo inuu faraxsan yahay baa la rabaa gurigiisaas wuxuu ku quraacan lahaa ku qadayn lahaa ku casheyn lahaa inuu haysto oo ilmihiisaas animaha kale aanay ka duunin wa waana sida saxda laakiin hadda haddaan dhahno qof diin haysaga bixiyo iyo ama aan dhahna mathalan mu'allafatu quluub iyo yacni taa waxay leeyihiin kategoriya zakaatulmaal baa la siiyay laakiin zakaatulbadanka kan in qoladan marka lagu gaar yeero iyadu sidaa ayaa marka xoog badan biidni illahi subxaanah wa tacaala haddaba intaa waa inta aan ka dhihi karna zakaatulfitriga aan ka dhihi karno iyo su-aalahan isleeyahay waa badanaa dadku way weydiiyaan haddaba odaygu mas-uul buu ka yahay yararkan uu dhalay isagaa mas-uulka ah waa muhiim inuu marka ka bixiyo haweeneydana iyadana mas-uuliyadda waxaa ay saaran tahay odaygeedii bay saaran tahay laakiin badanaa saan ognahay yurub oo kale waxaa badan familiya waxaa badan aada iyo aada u kala maqan oo separationna ku kala jira ama oday iska xanaaqoo baxay iyo islaan oday albaabka ka xiratay iyo situationna iska jira waxaa laga yaabaa oday iska baxay oo warba aanan ka hayn waxyaabahaasaa dhici kara kadibna ay su-aashu ay noqotay maxaa laga yeelay zakaatulfitr zakaatulfitr saan ognahay waxaan waa wax ka baxsan maanta waxaad cuni lahayd wey waxaad ku qadayn lahayd wax ka baxsan wey guri kasta yurubna waa laga helayaa ee biidni illahi subxana 100 koron kastra waa laga helayaa yararku akownay leeyihiin haddii aabihii uu bixin waayo oo kale akownkooda ha laga bixiyo xaajiyadda oo kale iyadana akown bay leedahay teeda ha ka bixiso hadduu odayga uu diido haddii uu bixiyana fabiha wa nicma marka maaha kays aada iyo aada u adag oo aan dhahno mathalan aan idhaha mathalan waa la bixin wey qofkii aanan haysan kuma waajibto maana saad ogtihiinba masalat alkafaara markaan kasoo hadlaynay masaa'il fara badan markaan kasoo hadlaynay manaatu takliif fi shariica waa yani qof alqudr waa inaad kari karto ma haysa anaaba qalqiil ku jiro yani waxaan haysaa un keliya maanta waxaan cuni lahaa un keliya ee ciyaalkayga cuni lahaayeen marka ima saara waxba laguma laha waxay kaloo tilmaamaan in aljaniin ilmaha yara uurka ku jira in laga bixiyo cuhmaan baa yani laga soo xigtaa iyadu waajib maaha khasab maaha laakiin qofkii yidhaahda wax fadli baan sameynayaa ama ekstraan sameynayaa ama yidhaahda mathalan walaalahayna waan ka bixinayaa xataa ama hebel oo shaqaystaan ka bixinayaa iyadu waxba kuma jabna waa tatawuci kartaa inkastoo qofka inaad idinka qaadatidna ay meesha ku jirto wey waxaan gabagabada idhihi lahaa waxaan dadka ku baraarujin lahaa sida kitaabka noogu qoran axaadiid fara badan oo lasoo daliishado manaabirta lala fuulo oo dadka lagu wacdiyay bil ramadaan marka lasoo gaaro laakiin aan sax ahayn waxaa ka mid xadiidkiina leh laa yaclamu alcibaadu maa fii ramadaana latamannat ummati an yakuuna ramadaanu assana kullaha an yakuuna ramadaanu assanata kullaha ina aljannata latazayanu liramadaana min ra'si alxawli ila alxawl xadiidkan wuxuu leeyahay dadba xadiid yiri dadku hadday ogaan lahaayeen ramadaan waxa ku jira ummadeyda waxay jeclaan lahayd sanadkao dhan inuu ramadaan noqdo maxaa ramadaan jannada ayaa isqurxisa marka xadiidkan waa xadiid mawduucaadka ah waa xadiid la dejiyey fabricated ah la sameeyey nebiga aanu dhihin sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo lamid a xadiid isna ay dadku sheegaan yaa ayuha annaas qad adallakum shahru shahrun cadiim
شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامك فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخر عتق من النار. ضد حائد هري بالآد يدوين وكخير هبين بحا كجرة كخير بضن كن بلاد إلهي سون كيس فرض بكرلي هبين كيسين ليستاجن وتطوع قفكي إلهي سبحانه وتعالى أوله وادنا. طبعا أول كيسا نوى الرحمة، وسط كيسا نوى مغفرة، آخر كيس معاني أهان معنى أهان وصحو إن أي كجر تهبين كخير بضن ألف ليلة ألف شهر عندها إن سون كيس فرض ديهاي معناها واصح، إن هبين كل إستاجي معناها واصح، إن لكن بهذا اللفظ يحديث كان لسود لشانه ضعف باكجره علي بن يزيد باكجره إيو هولا فربضان علماء ضعية المهمين. وحكى الله لم يده أحاديث له حديث كله صوم تصحه صوم أدعف ما داني حديث كان وقيب الحكية وحديث عدي بن حاكم ابن عدي عندها وفي الكامل الأكوري طريق نهش لابن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس نهش لنسيزة لتلمامه وانين المتروك بين الشيخ الجري الضحاك ابن عباس كمان مقلن حديث كمركة سنة كيسي ضعفي يحب الله وشاقه. نعم معناها وصحيح إن قفكي صامة وعافي ماضي وما أنت سينتيفيكلي وحيبه لبروف جري وحاكم إذا قفكي صامة يجركي سيئ حبني سرين عافي ماضي، لكن حديث إن لقد نقول النبي كما سوء أورونوي وحلم إذا حديثك ذاتك اللي قوعد ديو من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وأنسامة قفكي إسكاء فرمان رمضان عذر دار لأن يحنون هايستأن وجرين قفكي إسكاء فر سنة هدو يسير هذا بل صوق الله كما قذيس حديثك يضع تعليق وحال الشيكة إن الإمام البخاري وتعليقي وحان وصلي ابن خزيمة في صحيحه وحليه ابن حجر في الفتح واختلف على حبيب ابن أبي ثابت اختلافا كبيرا أدب علماء سوء خلافا صدح علادنا والغشة علادة كوة الحديث يونس بران بريو إن أبي المطوس نعور لقاه إيو إن لقاشكي إنو أبيه وكمق لأبو هريرة إذا نحن لا نهب إن ودنبي آدوين معنى رمضان إن لأفر لكن حديث أهان مركا ما أسين قبل نحن ليه لها كتاب كان هل كاسونا قلنا ماذا إلهي سبحانه وتعالى وعلى لوحي خيرا ما شكاشي إن الله نقا أقبله لدكي لسعودي لنصع عندنا هذا كذب ما دام درسي قدومي يعني إلهي سبحانه وتعالى حبرك أيو بشر رمضان وبالحرمة دي إذا له وحل أنه قابة أهين هيكو إن الحرمة دي إذا أنه إلهان إنه قارهان دكي أنا مسلمين تأه إما لهن جوغة بيكتر أنه قنك ردتك كلب يعني ومضى كلب مركة أي عندها للرعي قارهان بلشدين الصوماليات قارهان دومركة جلي وتوت قبل له حتى هدي أي معذور تحي وإلهي سبحانه وتعالى أجيده وصونك أن لك الربين ولسوق قاري وجوغه عذرقي ما أرأيته بالله أها صونك صلاة أجيدي حتى هدي أي قبته إلهي سبحانه وتعالى الله سعوده إني دتك هرتي عنتك وعنتما ولذلك وحن الله يابا مركي وقتي يعني لقاره أم بي مكدونالد بوحيان صوم علي دان أبضل الكاسة اللي بوحيان وحالة فريسان مطاعم تهدى الحمد لله حبل وجراء وقتي ما أركتي أن مال فريسان كرين لكن وضي يابسا مركي قفك كان أديك كو أركي قبل أنجي البابك وضا تايب يعني إن كان أركي ماشي وغم وقلالها كالمسلمين تا هدى باكستان نقول هدى عرب نقول لها إن أركي كان مسميا بشو حرمات بي الله داي adi way ku banaantay raashinkaaga soo qaada guriga la tag meesha ku cun maxaad meel qizaazad leh oo murayad leh oo dadku dhan aad u muuqatid wiyaalku wiyaal insa iska qaad snapchat ki ama snap ki inaad isku dhufato laa hadan meel u fadhina bishu in lagu tuntamaa wiyaalka hadan isoonayn oo raashin u baahan yihiin oo qaado guriga geey bar xurmada bar maxay yeelay nacam cudurdaad baad runti leedahay oo وأنا أسومي كرين لكن لا يعني هذا إن الحرمة دي قد كنت متدمة ضد فربضان وصومنا ماشي مرة ضد فربضان ورأنا كاهن بأوحي عركي أنو جلباب كاهن وكوكو حكمني بيش حرمة دي إلا إلى اليومهم بيش ما بيش ليس عفين لها ليس ساميح لها قلوب تلا نظيفين لها وعن إلهي سبحانه وتعالى ودي سننا إن إلهي نارتا نقا حرية إن نقا إي والدين تين إي أولاد دين إي قرابة دين إي شيوخ دين إي أساتذة دين إلمان إلهي سبحانه وتعالى نارتا نقا حرية
إن إلهي سبحانه وتعالى قلوبتنا نظيف كدي سافي وكدي إن إلهي سبحانه وتعالى ضاد إسكود ضوبان ونقدي لباتوين كان موقضان إن إلهي سبحانه وتعالى أمضى وكقال وضن كان وكدي وضن نبضون ضاد كقلوبتنا إلهي سبحانه وتعالى ها هجاجيو سافي هي سجندي ومض إسكود ضوبان إلهي سبحانه وتعالى سجا كدي كري هكدي نن مسكين الدعاء دي سمالي تجي سماه والله كم حنس لا مرها ضاد صومنتهاي ونبيقنا ويري إن للصائم وحليه الدعوة لأجيبه إلهي سبحانه وتعالى تي لأجيب إلهي كدك إن أمضاس إلهي أنبت كسو الدباشت تاسو وقيب ضد فربضان بأو حجر فستالة ذا كجرة وآدي أدو حنوصا إلهي سبحانه وتعالى حنوك كقاض إلهي محاوي ديسانينا إنو حنوك كقاض إنتي لما تانا إلهي سبحانه وتعالى حنوك كقاض ضد فربضان وآدي أدقال النوغو وإسو كجرة أصحاب إحكتي حقال إسو كجرة أياد إنتي إلهي سبحانه وتعالى شهادة ودقو waxaan kala gabagabadeen ilaa walaalaha u soo tagna inay duruustan ay duudaan oo habeen iyo maalin waqtigooda galiyay kamerada oo maanta dhan wato isla khayrki habaaha umada gaarsiye in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhowro oo yagi ilaaliyo nafsadooda ilaaliyo ahladooda ilaaliyo waqtiga ay galiyeen wax khayr badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bedelo oo ilaahuna billahi tawfiq sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.